السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة عاصمة الخبر. وهذه أبرز عناوين النشرة. الجيش الأوكراني يؤكد تشكيل وحدات جديدة مدربة على أسلحة الناتو لدمجها بالجيش. في ذكرى معاهدة الإليزي، ماكرون وشولتس يشددان على ضرورة إعادة تأسيس أوروبا وتجاوز الخلافات. بايدن يوجه بالدعم الكامل لسلطات كاليفورنيا للتحقيق في حادث اطلاق النار الذي اودى بحياه عشره اشخاص البدايه مع تطورات الحرب في اوكرانيا اعلن الجيش الاوكراني العمل على تشكيل وحدات جديده مدربه على اسلحه الناتو لدمجها في الجيش، وفي وقت سابق قدمت دائره المخابرات الفيدراليه الالمانيه تقريرا يفيد بان الجيش الاوكراني يفقد عددا كبيرا من القوات يوميا بالقرب من باخموت، ما قد يؤثر سلبا على خط الدفاع. قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها شنت 14 غارة على مجموعات عسكرية روسية وثلاث ضربات على مواقع أنظمة الدفاع الصاروخي للروس خلال 24 ساعة الماضية. ذكرت هيئة الأركان العامة أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أحدثت أضرارا بالغة بمجموعتين من أفراد القوات الروسية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بتقدم قواتها في منطقة زابوريجا مع تقدم في المحاور كافة ومقتل, ومقتل ما يقرب من 85 مقاتلا أوكرانيا بالإضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية وتسع مسيرات إلى جانب تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في زابوريجا وأعلنت الوزارة مقتل أكثر من 50 مقاتلا أوكرانيا في كوبيانسك وأكثر من 80 في دانيتسك بالإضافة لمقتل أكثر من 80 آخرين في كراسني ليمن. كانت الاشتباكات تصاعدت بين القوات الأوكرانية وبين الجيش الروسي في مقاطعة زابوريجا وأكد المسؤولون الروس أن القوات الروسية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية في المقاطعة وكبدتها خسائر فادحة خلال المعارك حذر رئيس مجلس الدوما الروسيه فياتشيسلاف فولودان من ان تزويد اوكرانيا بالاسلحه الهجوميه قد يؤدي الى كارثه عالميه اشار فولودان الى ان دعم الولايات المتحده وحلف شمال الاطلسي لكييف بالاسلحه سيؤدي الى تدمير الدول الغربيه اضاف رئيس مجلس الدوما انه في حال استهدفت كييف المدن الروسيه بالاسلحه الغربيه وحاولت الاستيلاء على مواقع روسيه سيكون الرد باستخدام اسلحه اكثر قوه افاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسيه بمقتل ثمانيه جنود اوكرانيين واصابه تسعه اخرين في قريه سادوفي بالقرب من خيرسون وقال المتحدث ان قوات المدفعيه الروسيه دمرت بقذيفه هاون محطه رادار مضاده للبطاريات تابعه للقوات الاوكرانيه في القريه قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتان الجوية بألمانيا وتخصيص الأسلحة الثقيلة لكييف لا يترك مجالا للشك في أن من وصفهم بأعداء روسيا سيحاولون تدميرها وإذا لزم الأمر سيبدأون في إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة مؤكدا أن الحرب ستكون صعبة للغاية رجح مدفيدف أنه في حال حدوث نزاع طويل الأمد سيتشكل تحالف عسكري جديد من البلدان التي سيطر عليها الأمريكيون ستترك واشنطن أوروبا وسيعود العالم مرة أخرى إلى حالة التوتر. لمزيد من التفاصيل حول تطورات الامر في اوكرانيا ننتقل لاستوديو التحليل والزميله ايمان الحويزي اليك ايمان شكرا دينا وشكرا لك رغده إذا لمزيد من المتابعة حول هذه التطورات ينضم إلينا عبر سكايب من كييف يفهين كيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني سيد يفهين أهلا بحضرتك بداية سأسأل عن ما أعلنه الجيش الأوكراني من هذه الوحدات المدربة على أسلحة الناتو ودمجها في الجيش ماذا يعني هذا التطور وهذا الحديث وما الذي سيشكله من فارق في الجيش الأوكراني مساء الخير شكرا على استضافتي تحيه من كيف الحمد لله انا معكم الان لان كهرباء متوفر وانترنت يشتغل فما يعني لان امبارح كان لقاء مهم جدا اول امبارح كان لقاء مهم جدا في قاعده عسكريه المانيه رامشتاين وهناك اتخذت قرارات جديده حول مساعدات الغربيه لاوكرانيا اكيد عند روسيا يعني من اكبر اكبر دوله في العالم و اقوى ثاني اقوى جيش في العالم اكيد هناك تفوق هائل على اوكرانيا ولكن مع مساعده غربيه ومع مساعده وتاييد من جيراننا نحاول ان نتصدى وانا بودي ان اقول لكم بان الحياه في اوكرانيا تستمر برغم من أن تقريبا عشرة ملايين الأوكران غادروا البلاد وأكثرية منهم غادروا إلى دول المجاورة ولكن هم غادروا كمان إلى ألمانيا إنجلترا إيرلندا ودول مختلفة أخرى لكن مع ذلك هنا في أوكرانيا الحياة تستمر للأسف الشديد تستمر الموجات الروسية في الضربات الروسية بالصواريخ وبي طائرات بدون طيار او مسيرات على تحت على محطات كهرة حراريه والى اخره ولكن مع ذلك للاسف الشديد نحن قد خسرنا تم تصفيه 10% من امكانيات الطاقه الاوكرانيه وتقريبا 40% من الطاقه الاوكرانيه هناك اضرار اضرار جسيمه ولكن مع ذلك 50% تشتغل والحمد لله على فكره حتى الطبيعه تساعدنا في صمودنا طيب سيد سيد يبهن بما انه حضرتك تحدثت عن الدعم الغربي خلال الايام القليله فقط الماضيه تم الحديث عن انواع متقدمه جدا من الدبابات ومن الاسلحه التي سترسل الى اوكرانيا <applause> والتي يمكن حتى أحدثت مشكلة بين بعض الدول الأوروبية هل تعولون على هذا الدعم في الأيام القادمة؟ نحن أكيد لا نتدخل إلى إلى الأحاديث التي تدور الآن في أوروبا هاي شأن شأنهم مساعدة أم لا ولكن كثير من الدول أعلنوا بأنهم سوف تساعد أوكرانيا في كل شيء وحتى النهايه حتى الانتصار فننتظر زي ما قال واحد جنرال امريكي بان المشاة المشاة تنتصر في المعارك واما الخدمات اللوجستيه تنتصر في الحروب <applause> نشوف لان الان خدمات لوجستية ما تزال مفتوحة وتشتغل ولكن نحن أكيد تحتاج وقت على أقل شهر شهرين لكي الجنود والضباط الأوكرانيين يتعلمون إزاي يستخدموا هاي أسلحة متطورة ولكن أكيد أسلحة يعني وفق للوضعات الغربية بالكسرة وأسلحة حديثة وقوية جداً طيب التصعيد الروسي مقابل آه هذه التصريحات التي جاءت من هذه الدول الأوروبية والتي أكدت على دعم أوكرانيا بأسلحة متطورة آه كان ينذر بالخطر هل تخشون من رد الفعل الروسي تجاه هذا الدعم الغربي في الفترة القادمة؟ ممكن القول بأن منذ أسبوع تقريبا بدأت في روسيا تغيرات في الجيش وكما أعلن عن ذلك كمان وزير الدفاع سيد شيغو وكما نعرف بال... الان رئيس اركان الحرب او النائب الاول لوزير الدفاع الروسي هو يتراس هذه كما هم يسمون عمليه عسكريه ضد اوكرانيا ولكن مش عمليه عسكريه هي حرب يعني 100%. الحرب الحديث والحرب صعب جدا جدا ونحن فاهمين بان الروس انتم تشوفوا الخارطه ما هي روسيا في الخارطه العالميه وما هو هي اوكرانيا؟ على الان روسيا بعد 333 يوم من الحرب اليوم هم لا تزال تحتلون تقريبا مساحه يعني مساحه اوكرانيا اللي تساوي مساحه الامارات المتحده. طيب في الأيام القليلة الماضية أيضا سيد يفهين كان هناك ربما اتجاه بعض الشيء لإحتمالات تفاوضات في الفترة القادمة أنتم في أوكرانيا كيف تنظرون إلى هذه الاحتمالات أو هذه التوقعات من جانب البعض بمسألة إجراء حوار أو إجراء تفاوض وإنهاء كل هذه الأمور هل تنظرون لها بشكل جدي أم تنتظرون رد الفعل الروسي نحن نفهم جيدا جدا بأن كل حرب تنتهي بالسلام وبالمفاوضات ولكن إذا نحن نعتبر ما هي يعني تحركات روسية من قبل موسكو فهم يمددون يعني يد واحد كيد سلام وبيد الثاني هناك قبضة الحديدية وهم يضربون المدن والكرة الأوكرانية على فكرة عشرات وعشرات من مدن صغيرة وكبيرة عشرات من كرة صغيرة وكبيرة تم تصفيتها تصفيتها من الخارطة تصفيت من الأرض فلازم نصدق أي واحد لكي نتحاور نعم ولكن القبضة القبضه الحديديه ما فيش حوار وياها. نعم يعني اظهار نيه من قبل روسيا تؤشر للرغبه الحقيقيه في التفاوض، اشكرك من كييف يفيهن ميكيتينكو مستشار وزير الخارجيه الاوكراني، كنت معنا في هذه الجوله الاخباريه، شكرا لك. اذا هذه عوده من جديد الى دين ورغده لاستكمال ملفات هذه النشره. إليكم. شكرا لك ايمان. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني إن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا بلغ نحو مليار يورو أضاف تاياني أن إيطاليا أرسلت بالفعل خمس حزم مساعدات دفاعية لأوكرانيا كما أكد أن إيطاليا تنهي العمل مع فرنسا لإرسال نظام الدفاع الجوي سامتي بالإضافة إلى أنشطة أخرى تعمل عليها البلدان بشكل سري في كييف التقى رئيس الوزراء البريطاني السابق الاسبق بوريس جونسون الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلنسكي وناقش جونسون مع زيلنسكي تطورات المواجهات مع القوات الروسيه والوضع الميداني في اوكرانيا كان جونسون الذي ترك منصبه في سبتمبر الماضي من اوائل القاده الاوروبيين الذين اكدوا دعم اوكرانيا <applause> تعهد المستشار الألماني أولف تولتز بأن يستمر دعم بلاده لأوكرانيا بشكل ثابت ما دام ذلك ضروريا جاء ذلك خلال احتفاله مع رئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزي أو معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا يتضح هذا بشكل خاص من خلال قراراتنا التي اتخذناها في الأيام الأخيرة بالتشاور الوثيق فيما بيننا ومع اصدقائنا الامريكيين لتسليم مركبات القتال والاستطلاع المدرعه لاوكرانيا بالاضافه الى بطاريات المدافع المضاده للطائرات الاخرى وسنواصل تقديم الدعم لاوكرانيا معا طالما كان ذلك ضروريا مع كل الدعم الذي تحتاجه للدفاع عن مشروع السلام الاوروبي من جانبه اكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعم فرنسا الثابت للشعب الاوكراني في جميع المجالات. اضاف ايضا ان الاحتفال بذكرى المصالحه بين فرنسا والمانيا له معنى خاص ياتي في وقت يتعرض العالم لاضرابات تزعزع اليقين في الشعوب الاوروبيه. <applause> هذه الذكرى السنوية الستون لها معنى خاص في وقت تقاوم فيه اوكرانيا العدوان الروسي وعندما يتم الاستهزاء بمثل السلام والحوار وعندما يكون الامل في وجود نظام انساني في اوروبا مهددا وعندما يتعرض العالم لاضطرابات يتزعزع اليقين في بلادنا. وبمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين البلدين أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس وبرلين ستقوم ستقومان باختيار المستقبل كما فعل عند كل نقطة تحول في البناء الأوروبي وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة في جامعة السوربون قال إن ألمانيا وفرنسا يجب أن تصبحا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا في حين أشار المستشار الألماني أولف تشولز إلى أن المستقبل يعتمد على تعاون البلدين كمحرك لأوروبا موحدة قادرة على تجاوز خلافاتهما متحدثا عن الثنائية الشقيق وحول مزيد من التفاصيل عن اجتماع القادة الألماني والفرنسي مرة أخرى ننتقل إلى استوديو التحليل وإيمان الحويزي إليك إيمان شكرا دينا ورغدة للمزيد من المتابعه اذا ينضم الينا من برلين مراسل القاهره الاخباريه عربي مرزوق عربي ماذا لديك من تفاصيل حول هذا اللقاء الهام يعني بالامس كانت رئيسه البونستاج تتحدث عن الامل في اعاده التحالف الالماني الفرنسي هل من مؤشرات لديك ايمان لقاء اليوم بين المستشار الالماني اولاف شولز و الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو بسبب الضغوط العديده التي تتعرض لها دول الاتحاد الاوروبي الان وبما ان المانيا وفرنسا هي المحركان الاساسيان حسب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فكان يجب عليهما الجلوس مع بعض بشكل سريع جدا جميعنا نرى الضغط الواقع على المانيا بسبب السلاح والضغط الاقتصادي الواقع ايضا على فرنسا بسبب التضخم وارتفاع الاسعار وما الى ذلك لذلك, لذلك وجب علىهما الجلوس مع بعضهما البعض بما انهما محركان الاساسيان للاتحاد الاوروبي لايجاد حل والتناقش حول كل هذه الازمات بعد الازمات التي ضربت علاقه البلدين حسب المحللين هنا في المانيا وفرنسا منذ العام الماضي تحديدا لان لقاء اليوم كان من المفترض في شهر اكتوبر من العام الماضي ولكن بدات الازمه عندما اعلنت عن المانيا تحديدا عن حزمه بقيمه 200 مليار يورو لدعم الشركات الالمانيه دون ان تتكلم او تتفاوض مع او تعلم حتى الجانب الفرنسي، وايضا فرنسا في شهر يناير الجاري أعلنت أيضا عن دعم أوكرانيا بدبابات جديدة دون أن تتشاور مع الجانب الألماني مم. وقبل أيام كانت هناك مكالمة تلفونية بين المسير الألماني أولاف شولز ورئيس الأمريكي جو بايدن للحديث أيضا عن السلاح الأوكراني دون إجراء مشاورات مع الجانب الفرنسي كلها أمور أبعدت العلاقات الفرنسية الألمانية لذا وجب عليهم الجلوس بشكل سريع لحد حد لكل هذه الأمور نعم في عربي في مسألة الدعم الموجه لأوكرانيا تحديدا يعني كان في تصريحات الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني كلاهما اتفقا على مسانده واستمرار الدعم لاوكرانيا، لماذا يحدث هذا الاختلاف عندما لا يحدث تشاور في شكل او نوع من الاسلحه الموجهه الى اوكرانيا؟ يعني لماذا لا يأخذ هذا الملف تصاعد في الايام القليله الماضيه؟ الحقيقة هي كل دولة لها وجهة نظر معينة في دعم اوكرانيا بالسلاح كما رأينا مؤخرا الضغط الواقع الآن من كل دول الاتحاد الأوروبي وحتي من الرئيس لنيس الرئيس الأوكراني بشكل مباشر علي المستشار الألماني وعلي ألمانيا لدعم ألمانيا أوكرانيا بالدبابه ليوبارد 2 تحديدا، ولم يتحدث احد عن الدبابات دبابات قتاليه تحديدا فرنسيه، بالطبع هناك دبابات فرنسيه ستذهب الى اوكرانيا وليس ولكن ليست بقوه ليوبارد وليست ايضا بقوه ابرامز الامريكيه، لذلك هناك وجهات نظر مختلفه في هذا الامر، يعني فرنسا لها وجهه نظر ايضا في ضروره ان ترسل المانيا الاسلحه التي تحتاجها اوكرانيا بشكل سريع، ولكن المانيا لا تريد ارسال دبابات قتاليه من نوع ليوبارد حتى لا تكون هناك ازمه كبيره مستقبليه وتكون المانيا متسببه ربما في حرب جديده المستشار الالماني اولاف شورز يريد ان يرسل الاسلحه بشكل مشترك وليس بشكل فردي عندما ترسل دول الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحده ارسال السلاح يكون بشكل منفرد ولكن كل دوله لها وجهه نظر محدده لا. حتى في النهايه الخبر الاخير النهارده ان بولندا ايضا تريد ان تكون حلفا صغيرا من الدول التي لديها الدبابه ليوبرد الالمانيه لدعم بها اوكرانيا دون موافقه المانيا اخيرا عربي هل من رساله معينه يريد المستشار الالماني ان يعني يبعثها من خلال هذا اللقاء خصوصا انه كان في اشارات الى انه العلاقات لم تكن في أحسن حال منذ تولي المستشار الألماني أولاف شولتز المسؤولية الحقيقه هو لقاء اليوم تحديدا بين الزعيمين هو اشاره للعالم او للاتحاد الاوروبي بشكل كبير وتحديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الان ان فرنسا والمانيا هم محركان الاتحاد الاوروبي وسيظل محركان الاتحاد الاوروبي وسيظل متحدان ايضا لان كان هناك اختلاف كبير في وجهه النظر منذ العام الماضي بسبب الحرب الحرب الروسيه الاوكرانيه والصراع الروسي الاوكراني ولكن هي اشاره من الاثنين اننا معا وسنقف معا وسندعم اوكرانيا معا في المستقبل وايضا الصناعه الاوروبيه. نعم اشكرك بمرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين شكرا جزيلا لك الآن نعود مرة أخرى إلى دينا زهرة ورغدة أبو ليلى لاستكمال ملفات النشرة إليكم شكرا لك إيمان الحويزي طالب حزب العمال ببريطانيا رئيس الوزراء ريشي سوناك بتمديد تجميد أسعار الطاقة حيث يدفع البريطانيون أعلى فواتير بالعالم يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الإحصاءات حول أسعار الكهرباء والغاز من السنوات الخمسة الماضية أن فواتير الطاقة بالمملكة المتحدة تبدو هي الأعلى على الإطلاق بأوروبا يبلغ سعر متوسط فواتير الطاقة حاليا 2500 جنيه استرليني سنويا وهو مستوى غير مسبوق تعيش بريطانيا أزمة معيشية غير مسبوقة كما تعيش حالة من الإضرابات في قطاعات حيوية عدة في البلاد، حيث سجلت مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة أسوأ مستوى على الإطلاق خلال عام 2022. 2022 العام الأسوأ على الإطلاق لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، بعدما أجبرت ضغوط تكلفة المعيشة المستهلكين على دفع المزيد مقابل سلع أقل. انكمش حجم البضائع المبيعة سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت بنسبة 5.8% في ديسمبر الماضي مقابل ذات الفترة من العام الماضي وهو أكبر انخفاض في ديسمبر منذ بدء التسجيلات في عام 1997 الانكماش تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 4% وباستثناء وقود السيارات، هبطت المبيعات بنسبة 6.1%، وهي النسبة الأكبر منذ عام 1989. الارقام تؤكد شده التضخم الذي يقترب من اعلى مستوى منذ اربعه عقود مما يستنزف القدره الشرائيه ويتسبب في اكبر انخفاض في الدخل الحقيقي منذ عقود وسط توقعات بان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائده مره اخرى لاعاده السيطره على الاسعار مكتب الاحصاءات الوطنيه قال ان الانخفاض في مبيعات التجزئه كان مدفوعا بالمبيعات غير الغذائيه حيث خفض المستهلكون الانفاق بسبب زياده الاسعار ومخاوف القدره على تحمل التكاليف كما افادت سلاسل محلات التجزئه بان المستهلكين قاموا بالتخزين في وقت مبكر لعيد الميلاد ثم قلصوا الشراء مره اخرى في ديسمبر في اشاره الى مدى تاثير التضخم الحاد على تاكل القدره الشرائيه للمستهلكين ارتفعت المبيعات بنسبة 13.6% من حيث القيمة في ديسمبر مقارنة بمستويات ما قبل كورونا لكن الأحجام كانت أقل بنسبة 1.7% هذا يعني أن المستهلكين مضطرون إلى دفع المزيد لشراء أقل ويرى الاقتصاديون أن الجمع بين إضرابات السكك الحديدية والبريد في ديسمبر أدى إلى حدوث صدمة مزدوجة من الاضطراب في تجارة التجزئة مما أدى إلى تقييد عدد المتسوقين في الم المتاجر والطرود التي تصل إلى أعتاب أبوابهم في الوقت المناسب لعيد الميلاد. وأدت إضرابات البريد في الفترة التي سبقت عيد الميلاد إلى دفع كثير من العملاء إلى المتاجر بدلاً من التسوق عبر الإنترنت، لتنخفض التجارة الإلكترونية نصف نقطة مئوية وتشكل نحو 25.4% من إجمالي المبيعات. ومقارنة بشهر نوفمبر، تراجعت مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة واحد بالمئة، وأثرت الأرقام تحذيرات من أن تجار التجزئة يجب أن يستعدوا للأسوأ في المستقبل، ومع استمرار تراجع ثقة المستهلكين في يناير، فمن المرجح أن يستمر هذا الضعف وانزلاق الاقتصاد إلى الركود في عام 2023. نشرتنا متواصله مع حضراتكم من القاهره الاخباريه وفيها بعد الفاصل السلطات الصوماليه تعلن انتهاء الهجوم على مقر بلديه مقديشو بمقتل جميع المهاجمين البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم الدعم الكامل للسلطات المحلية في كاليفورنيا للتحقيق في حادث إطلاق النار كانت شرطة لوس أنجلس أكدت مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من عشر آخرين في إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك جاء ذلك بينما كان سكان المدينة التي تقطنها أغلبية أسيوية يحتفلون بالعام القمري الصيني الجديد لمزيد من المتابعة والتحليل نتوجه مرة أخرى إلى الزميلة إيمان الحويزي إليك إيمان شكرا رغدة وشكرا دينا إذا للمزيد من المتابعة حول هذا الخبر من واشنطن ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر رامي ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الحادث وهذه التوجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن في حادث إطلاق النار نبدأ أولا من توجيهات الرئيس الامريكي جو بايدن ايمان حيث وجه الرئيس الامريكي جو بايدن مكتب التحقيقات الفدرالي اف بي اي بتوفير كافه الامكانات اللازمه للسلطات المحليه في ولايه كاليفورنيا لمواصله التحقيق في هذا الحادث حيث يجري الان او تجري الان عمليه البحث عن القاتل والذي لم يتم العثور عليه حتى الان ولا يزال هاربا وايضا ليس هناك اي اوصاف واضحه حول طبيعه هذا القاتل او طبيعه السلاح المستخدم، لا تزال هناك تفاصيل كثيره نحتاج الى كشفها في بخصوص هذه الجريمه او بخصوص جريمه القتل الجماعي هذه التي تعد الخامسه في الولايات المتحده منذ بدايه عام 2023. أيضا لا يزال هناك حوالي عشرة أشخاص مصابون يعالجون في المستشفى نتيجة حادث إطلاق النار الذي وقع بجانب عشرة قتلوا بالفعل هؤلاء العشرة المصابون منهم بعضهم حالته خطيرة مما يرشح حصيلة القتلى إلى الارتفاع خلال ربما الساعات القليلة القادمة حتى الآن ما نعرفه عن هذه المنطقة أنها منطقة تسكنها أغلبية آسيوية ويأتي ربما في الترتيب الثاني أغلبية لاتينية واقليه فقط 6% من السكان من البيض الامريكيين م. لذلك كان هناك في وسائل الاعلام الامريكيه بتناول هذه التفاصيل ربما اشاره الى انها ربما تكون جريمه كراهيه او جريمه م. عنصريه م. رغم انه حتى الان لم يكشف بعد عن طبيعه القاتل او طبيعه دوافعه بالفعل رامي كنت سأسألك عن هذه الاشارات وكيف تناولتها وسائل الاعلام الامريكيه فيما يتعلق بانه هذه ايضا جاءت بالتزامن مع الاحتفال بالعام القمري بالنسبه للصين يعني هل هناك اي مؤشرات او اي حديث حول هذا الامر؟ بالفعل ربما في مقال مطول لاسوشيتد برس صباح اليوم اثيرت نقطتان اساسيتان بخصوص هذا الحادث اولا وهو طبيعه المنطقه كما ذكرت وانها طبيعه ذات اغلبيه اسيويه حوالي 65% من سكان منطقه مونتيري بارك في لوس انجلوس بكاليفورنيا من الاسيويين كان هناك احتفال كبير في هذه المنطقه بالسنه الصينيه الجديده هذه المنطقه ايضا تضم العديد من الاعمال الصغيره او المحلات الصغيره التي يديرها بالكامل صينيون واسيويون حتى ان اللافتات مكتوبه باللغه الصينيه هي وكانها حي صيني صغير داخل لوس انجلوس هناك ايضا اشاره اخرى الى تاخر الشرطه الامريكيه في الادلاء باي معلومات تخص القاتل وانه هارب وانه كان هناك تاخير تراه الصحافه الامريكيه مريبا ومثيرا للشك من جانب الشرطه في الادلاء بمعلومات حول القاتل، مم. ربما تكون الشرطه ليس لديها معلومات ولكن ربما ايضا ينطوي الامر على اشاره بان الشرطه بشكل او باخر ربما متقاعسه عن قصد ربما لان مم. القاتل قد يكون منتميا للاغلبيه الامريكيه البيضاء وهي ايضا الأغلبية في جهاز الشرطة حيث يسيطر عليها الأمريكيون البيض بشكل كبير ولذلك نجد نوعا من التعاطف بعض الأحيان مع القتلة ومطلقي النار من الأغلبية الأمريكية البيضاء هذه كلها في النهاية ربما توقعات واستنتاجات فقط نعم. للصحافة الأمريكية ولكن حتى الآن لم يتم القبض على القاتل ولم يتم معرفه دوافعه ان كانت بالفعل جريمه كراهيه ام فقط مجرد انتقام ام مجرد جريمه عشوائيه. نعم هذا كل ما نناقشه بالتاكيد كلها احتمالات وتوقعات واستنتاجات حتى الان اشكرك مراسل القاهره الاخباريه رامي جبر من واشنطن شكرا جزيلا لك رامي. الان نعود مره اخرى الى دينا ورغده لاستكمال ملفات النشره اليكم شكرا لك ايمان. قالت وكالة ترابيكا للشحن البحري إنه تم تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور بسبب عطل في سفينة أفادت الوكالة بأن عطلا أصاب دفة أو دفة التوجيه بالسفينة بوس أبولو التي ترفع علم جبل طارق خلال عبورها المضيق في حين توجه زورق لتقديم الدعم لها كانت حركة الملاحة قد توقفت يوم السادس عشر من يناير الجاري بمضيق البوسفور لأسباب أمنية بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا قبل ان تعود حركه الملاحه الى طبيعتها أعلنت السلطات الأمنية الصومالية إنتهاء الهجوم على مقر بلدية العاصمة مقديشو بمقتل جميع المهاجمين. كان شهود عيان تحدثوا عن إصابة خمسة أشخاص في انفجار عند بوابات مكتب رئيس البلدية وسط إطلاق نار، ويقع مكتب رئيس البلدية في مبنى مقر الحكومة المحلية بداخل منطقة محصنة جيدا في العاصمة مقديشو. أكد رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني يوسف محمد زين في لقاء خاص للقاهرة الإخبارية أكد على أن الاتفاق الإطاري خطوة في الطريق الصحيح لخروج السودان من أزمته السياسية. وأشار زين إلى غياب التوافق بين القوى السياسية رغم تعدد المبادرات والمساعي الهادفة لوحدة الصف السوداني. كثرت المساعي والمبادرات للخروج من هذه الأزمة. ولكن للاسف الى الان لم نصل للتوافق المعقول الذي يخرجنا جميعا من هذه الازمه. والمسعى الان الجاري بالاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه في 5 ديسمبر الماضي هو عمليه في الطريق الصحيح لكنها منقوصه تماما اذ انها تقف على رجل واحده. النوايا صحيحه في انه الناس يصلوا الى حلول لكن الكيفيه التي تم بها من اخواننا في المجلس المركزي للحريه والتغيير مع القوى العسكريه مع مع الرباعيه مع الاليه الثلاثيه هذه يعني اهملت اهم جانب هو القوى السياسيه الفاعله في المشهد كما اكد يوسف محمد زين ان حوار القاهره الذي سيتم عقده بين القوى السودانيه فرصه لبناء الثقه والخروج برؤيه ايجابيه. اوضح زين ان رؤيه الاحزاب السياسيه السودانيه متوافقه مع الرؤيه المصريه في اهميه الحوار كطريق لاخراج السودان من العقبات التي يواجهها. وانا افتكر انه هي فرصه للجلوس هي فرصه للاستماع للاخرين. هي فرصة لتذويب الجليد هي فرصة لمحاولة بناء الثقة والتنازل المشترك لصالح البلد لأنه من يتنازل للبلد هو حقيقة كسب ولم يخسر وأعتقد أن هي فرصة بغض النظر عن المكان كان ممكن تكون في الخرطوم وتمت دعوات كثيرة ولم يستجب لها هذه الآن مساحة وفرتها لنا يعني القاهرة فنحن في كتله القوى الوطنيه نفتكر انه نرحب بهذه الفكره ونفتكر انها مساحه للتلاقي للخروج برؤيه ايجابيه. قال وزير الخارجيه المصري سامح شكري ان ايطاليا هي الشريك الاول لمصر بالمجال الاقتصادي ضمن دول الاتحاد الاوروبي واكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايطالي أنطونيو تاياني ان التعاون مع ايطاليا فرصه لدعم جهود مصر التنمويه واستمرارها في خطط التنميه والاصلاح الاقتصاديه الضروريه. مع معالي الوزير جوله مباحثات مطوله منفرده وبحضور وفدي البلدين تناولت باسهاب وعمق مجمل العلاقات الثنائيه والرغبه لاستكشاف سبل تدعيم هذه العلاقات سواء السياسيه او الاقتصاديه أو الثقافية وأيضا تناولنا قضايا الإقليمية ذات الاهتمام القضية الفلسطينية الأوضاع في ليبيا الشرق المتوسط وكيفية الاستفادة المشتركة من البوارد القائمة من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني ان مصر دوله ذات اهميه كبيره في ضمان امن واستقرار المنطقه اشاد تاياني بدور مصر الكبير في مواجهه ظاهره الهجره غير الشرعيه مضيفا ان هناك تعاونا بين البلدين في هذا المجال دولة مهمة للغاية ومهمة للتعاون والتبادل الأراء حتى نصل إلى حل إيجابي لقضية ليبيا وهذا أيضا سيصب في حل قضية الهجرة غير الشرعية نحن نعرف أن مصر تقوم بأنشطة قوية جدا لمنع الهجرة غير الشرعية ولكن ما زال هناك بعض الممرات لهذه الهجره فنحن كما قلت نحن مستعدون لترحيب ترحيب المهاجرين الشرعيين من مصر ونحن تحدثنا عن طرق تدريب المهاجرين الشرعيين حتى على مستوى على المستوى الجامعي على مستوى الجامعات الدراسات العليا وسط مخاوف تفشي كورونا تحتفل الصين ببدايه العام القمري الجديد الذي يعرف ايضا بعيد الربيع تحتفل الجاليات الصينيه في كل انحاء العالم بالعام الجديد تاتي احتفالات العام القمري وسط تحذيرات من السلطات الصحيه بالصين من وصول اعداد الاصابات بفيروس كورونا الى ذروتها ارتفع التضخم في الكويت بنسبه 3.15% في نهايه عام 2022 مقارنه بالعام السابق وبوتيره شهريه ارتفع التضخم بثلاثه ارباع نقطه في المئه في ديسمبر الماضي نظرا لارتفاع اسعار كل المجموعات الرئيسيه المؤثره في حركه الارقام القياسيه لا سيما المواد الغذائيه والتعليم. قال كريستوفر والر عضو مجلس المحافظين بالاحتياطي الفيدرالي الامريكي بانه يؤيد رفع الفائده بنحو 25 نقطه اساس بالاجتماع المقبل، أضاف والر أن الفيدرالية بإمكانه ابطاء وتيره رفع الفائده لكنه أكد في الوقت نفسه أن الوقت لم يحن بعد لإعلان الانتصار بالمعركه ضد التضخم. قال عضو البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إن البنك قد يرفع الفائدة بنسبة بنحو نصف بالمئة خلال شهري فبراير ومارس وتوقع نوت أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في اتجاه رفع أسعار الفائدة في شهري مايو ويونيو أيضاً قال وزير الماليه الالمانيه كريستين لندنر انه على بلاده تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي لافتا الى ان فك الارتباط بالسوق الصينيه سيؤدي الى فقد وظائف في اكبر اقتصاد باوروبا تعمل برلين على استراتيجيه جديده تجاه بكين تهدف الى تقليل الاعتماد على القوه الاقتصاديه العظمى باسيا والتي تعد الشريك التجاري الاول للبلاد منذ عام 2016 أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن البرازيل والأرجنتين تعتزمان الإعلان هذا الأسبوع عن إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا للصحيفة أنه من المقرر البدء في دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة بين البلدين وستشمل حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين سبق أن أجرى سياسيون من البلدين مناقشات حول الفكرة ذاتها عام 2019 لكنها قوبلت باعتراض من البنك المركزي البرازيلي في ذاك الوقت قالت الصين ان الاسوأ قد ولى في معركتها ضد فيروس كورونا ويرى الخبراء ان اقتصاد بكين سينتعش في الاشهر المقبله بمجرد مرور موجه كوفيد الحاليه ورجحوا تحقيق نمو نسبته 5% في العام الحالي بعدما تلقى الاقتصاد الصيني ضربه قويه جراء قيود كورونا بات من المتوقع ان يسجل انتعاشا قويا في الربع الثاني من العام الحالي ولكن بعد المرور بعده عراقيل خلال العام الماضي نمى الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 3% مسجلا ثاني ابطا وتيره منذ السبعينيات بينما جاءت بيانات الربع الاخير من العام الماضي وديسمبر أفضل مما توقعه الاقتصاديون ويرى الخبراء أن اقتصاد بكين سيشهد انتعاشاً في الأشهر المقبلة بمجرد مرور موجة كوفيد الحالية ورجحوا تحقيق نمو يقارب الخمسة بالمئة من العام الحالي ولكن الانتعاش لن يكون مباشراً فلا تزال ثقة المستهلك بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية كما بدأ عدد السكان في الانكماش للمرة الأولى في ستة عقود ولا تزال سوق العقارات في حالة ركود. ومن الآن فصاعدا فستكون العوامل السكانية بمثابة رياح معاكسة، وستعول الصين على نمو الإنتاجية وليس العائد الديموغرافي كمحرك هيكلي للنمو الاقتصادي. تحديات كبرى تواجهها بكين مع تقلص عدد السكان، حيث سيكون لذلك تداعيات على سوق العمل والطلب على الإسكان ونظام المعاشات التقاعدية في البلاد في السنوات المقبلة. الحكومة الصينية حددت في البداية هدفا للنمو بحوالي 5.5% في العام 2022 قبل اغلاقات كورونا والتخلي المفاجئ عن القيود في ديسمبر، مما جعل هذا الهدف بعيد المنال. في غضون ذلك، اكدت الحكومة انها تعطي الاولوية للنمو الاقتصادي في العام الحالي. مع التركيز بشكل رئيسي على تعزيز الاستهلاك والاستثمار في البلاد المزيد من التحفيز المالي والنقدي قد يكون مطروحا بينما اتخذت الحكومه مؤخرا خطوات لتخفيف الاصلاح التنظيمي لصناعه التكنولوجيا وعكس بعض القيود المفروضه على سوق العقارات وبالرغم من تحسن توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي لبكين في العام الحالي الا انها تزال تواجه رياحا معاكسه كبيره بما في ذلك الطلب الخارجي مع احتماليه حدوث ركود في الولايات المتحده واوروبا. خلال الاشهر الاخيره انخفض الطلب على السلع المصنوعه في الصين مما ادى الى تآكل ركيزه اساسيه للنمو. الى هنا نصل لختام النشره، لم يتبقى سوى التذكير بابرز العناوين. الجيش الأوكراني يؤكد تشكيل وحدات جديدة مدربة على أسلحة الناتو لدمجها بالجيش في ذكرى معاهدة الإليزي فرنسا وألمانيا تشددان على ضرورة إعادة تأسيس أوروبا وتجاوز الخلافات بايدن يوجه بالدعم الكامل لسلطات كاليفورنيا للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة عشرة أشخاص نهايه النشره ويمكنكم دوما مشاهدينا متابعه المزيد عبر موقعنا الالكتروني القاهره نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب كذلك يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد واحد واحد سبعة أربعة سبعة رأسي كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة هنا القاهرة عاصمة الخبر إلى اللقاء يالك.